السلام عليكم أعزائي المتابعين، أتمنى تكونون بخير. هل ممارسة الرياضة تقينا من الإصابة بفيروس كورونا؟ تكلمت بالفيديو السابق عن أهمية الغذاء للجسم حتى يكون الجسم قوي من الداخل ويواجه أي فيروس بالعالم، مو فقط فيروس الكورونا، أي فيروس آخر قوي بالعالم. اليوم حابة أتكلم عن حقيقة إنه الجسم كل ما يكون صحي أيضا من الخارج بالرياضة، شلون راح يقدر يقاوم ويكون قوي ضد أي فيروس بالدنيا مو فقط فيروس الكورونا. راح أعطي الكلمة للكابتن الرائع كابتن جلال حتى يخبرنا المزيد عن أهمية الرياضة حتى يكون عندنا وقاية من الإصابة بمرض الكورونا. السلام عليكم. طبعا أشكر على هذا السؤال المهم، اللي خصوصا بالفترة هاي اللي قاعد نمر بيها، اللي هو شلون الرياضة تقوينا من مناعتنا بالجسم. ممارسة الرياضة بجهد عالي إلى متوسط بشكل يومي راح ينشط لنا جهاز الدوران والدورة الدموية بالجسم. شنو جهاز الدوران؟ جهاز الدوران هو الجهاز المسؤول عن نقل وتوزيع الدم إلى جميع أعضاء وخلايا الجسم. من تتنشط عندنا الدورة الدموية راح يوصل عندنا الدم المحمل بال الغذاء والمعادن والفيتامينات والأكسجين والخلايا المناعية إلى جميع أعضاء وخلايا الجسم بصورة أكثر من الإنسان اللي بيمارس رياضة. فإحنا إذا لعبنا رياضة اليوم راح تقوي لنا المناعة للأيام الجاية، فما بالكم إذا لعبنا رياضة كل يوم. طبعاً أكيد حتقوي عندنا المناعة طبعاً مع وجود الغذاء الغني بالفيتامينات والمعادن. بس خلي عندكم ملاحظة كلش مهمة، إذا مارست الرياضة كل يوم بجهد عالي وفترات طويلة هذا الشيء راح يأثر سلباً على المناعة وراح يقلل من المناعة، لذلك يجب أن تكون تحت إشراف متخصص. وأتمنى تكون الفكرة واضحة لكم، وأتمنى تمارسون الرياضة، وأتمنى لكم الصحة والسلامة.